وهذه اخطر كره للنصر السعودي. يعني اذا ما استفاد النصر السعودي من هالكره ويطلع لو الفرصه هذه ما جات صعبه. ماجد عبد الله فول حلو ولاعب حلو من ماجد عبد الله. باقي 10 دقائق باقي 10 دقائق وحكم المباراه يصفر جول لصالح النصر السعودي. تعادل تعادل وهذه الاعاده ماجد عبد الله ارتكبت داخل المرمى هدف لصالح النصر السعودي. وعلى حكم المباراه ايضا ان يطلب من السد القطري ان يبدا في استئناف اللعب كل اللاعبين. هذه الاعاده من جديد. هذه